قال لك حفل افتتاح كاس العالم في البرازيل خسروا عليه 9 مليارات، فما اللي عجبهم وفما برشا نقدوه، الا انه في البرازيل بالرغم التقنيات اللي عندها في الملاعب من ناحيه الصوره والصوت فما حاجات فكرونا وكانوا الماتش يتلعب في تونس. كيفاش عمل يا سميدة؟ عاش خويا لازم يجي صوتي يا اخي، يلزم يخلط صوتي غادي يا سميدة. بارازيت شنو يا ولدي؟ قول لهم ما ياخذوش ميكسي، ياخذوا كل بيست وحده. توا شاهين توا الخدمة بربي. كلموني يا جماعه في تونس، كلموني كلموني، قولوا لي حاجه خلينا نفهم روحي. وقال لك مدير التصوير مباراه الافتتاح تمت اقالته، هذا ما ذكرته بعض الصحف البرازيليه على خاطر عمل غلطه كبيره وما صورش اهم حدث وهو قيام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه بتنفيذ ركله البدايه، هذا على خاطر تصويره طردوه. وهوني حتى البونتويت ساعات نخلطوا ما نشوفوهمش. وتوا نمشي لمصر. الجمعة هذه تونس ومصر عرفت أحداث متشابهة تقول عليهم متفاهمين، على خاطر الأيامات هذوما العديد من الصحف التونسية وسائل الإعلام تحدثوا على ظاهرة التحرش الجنسي وآخرها اللي صارت في سوسة بالتحديد في مركز الإحاطة الاجتماعية، إلا أنه في مصر ما استناوش أن الحكومة تاخذ القرار. المشكلة هذه تلهوا بها الفنانين والإعلاميين، وغادة عبد الرازق قالت على حسابها في تويتر: يعطيه الصحة السيسي كبزار ضحية تحرش ميدان التحرير، صحة لها، أما راهو إحنا الفنانين يتحرشوا بنا زاد، دونك تحب السيسي الزوره هي. اما الاعلاميه المصريه سلمى الدالي قالت اللي المراه ما يحس بها حد، وكتبت على تويتر: الدوله ملهاش مؤخره ولا صدر فلا تنتظرنا الحمايه. يا معلم انت هاي الدوله هي اللي سلكتها وخرجت هي الرابحه، بيسكم ما باش يتحرش بها حتى حد، دونك اعملوا كيما الدوله يا فنانين.